الكتل السياسية تواصل الإعداد لعقد الجلسة البرلمانية وتشكيل حكومة الخدمات. الزيارة الأربعينية نموذجا للإصلاح المجتمعي والسياسي في بلد الأزمات والفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بعد أن وصلت التفاهمات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة إلى مراحلها النهائية، اليوم تتوجه الأنظار صوب البيت التشريعي لاستئناف عقد جلسات أولى هذه الانفراجات متمثلة بكسر قيود البرلمان على أمل تحقيق النصاب وتحقيق الإنجازات الدستورية. كل مسارات الحل يبدو أنها ارتبطت بالجلسة النيابية اللي سبقتها الكثير من المبادرات والوساطات، تصفية الخلافات. إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن، المشهد في العراق دائما ما يرتبط بقشة المفاجآت غير المحببة في البلاد، واللي دائما ما تدخل البلاد في دائرة الدم والنار. فما حصل غير متوقع لكلا الطرفين وضاعف من إمكانية عودة البرلمان الذي تنتظره الكثير من المهام. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لا يقل ارتباطا عن ملفنا الأول، ولكن ضمن منظور الزيارة الأربعينية ونحن في صدد هذه الزيارة وخضم الأزمات السياسية، لابد أن نستلهم من هذه المناسبة العظيمة كيفية إصلاح البلد بالشكل الحقيقي، إذ لابد من الالتفات إلى نقاط مهمة تفاصيل دقيقة في هذه الزيارة. طبعا أولها الإصلاح الجمعي اللي ركز أصحاب الاختصاص بشأن المجتمع أن النظام السياسي مهما يكون فاسد فإنه يمكن إصلاحه من قبل المجتمع اللي هو البذرة الأساس. فمثلا لو استثمرت هذه المناسبة كونها تسهم باتقاء الواقع الاقتصادي، هذا جانب واحد، ولكن هناك الكثير من الاستثمارات الأخرى الخاصة بهذه المناسبة يجب أن تكون تحت نظر المتخصصين. إذا المشاهدين الأحبة، ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقش بها هذه المواضيع المهمة، تتفضلوا من بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ حيدر عرب الموسى ورئيس مركز القمه للدراسات. حياك الاستاذ حيدر. حياك الله استاذ حضرتك. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الدكتور مصطفى الناجي الباحث والاكاديمي. حياك الله دكتور مصطفى. اهلا ومرحبا بحضرتك. استاذ حيدر، نتحدث اليوم عن الازمه السياسيه وهذه الانفراجات، تقاربات بين اغلب الكتل السياسيه، ومن ثم هنالك ذهاب لجنه الى التيار الصدري ل حل هذه الخلافات ما بعد الأربعين، كيف ستكون الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي أستاذ أحمد، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام، ضيفكم الكريم دكتور مصطفى. حقيقة الوضع السياسي العراقي بعد انتهاء انتخابات 21 ليس بالوضع السياسي حقيقة الذي كانت ترغب به لا القوى السياسية ولا المجتمع العراقي. الصراعات السياسية، الخصامات، المناكفات، الانسداد، القطيعة السياسية، جميعها أثرت بشكل أو بآخر بالمفهوم والعملية السياسية، وكذلك الاعتقاد السائد لدى القوى السياسية والمواطن العراقي أن هذه الدورة هي دورة أتت من خلال حقيقة رغبة الشارع العراقي بضرورة أن يكون هناك تعديل، وهذا التعديل يجب أن يكون على مفاهيم أو المفهوم السياسي السائد في العملية السياسية العراقية من عام 2003 ولحد هذه اللحظة. لكن ما شاهدنا أنه في هذه المرحلة ازداد حقيقة الانشقاق السياسي، ازداد الصراع السياسي نحو السلطة، وبالتالي كان هنالك فريقين أحدهما يرغب بأن يكون هو صاحب السلطة وهو من يصل إلى سدة الحكم بهذه القضية. اختلفت أيضا الآراء بإدارة الدولة العراقية القادمة، هنالك من يحاول أن يصدر برنامجا يتحدث به عن الأغلبية السياسية، وهنالك آخر يتحدث عن موضوع آخر وجديد هو الاتفاق السياسي. وبالتالي أنا أعتقد أن القوى السياسية ما بعد
الحقيقة 9 أشهر من انتهاء فترة الانتخابات أو ما زاد عن هذه الفترة، لربما وصلنا إلى مرحلة العام السياسي على هذه المرحلة، إذن يجب أن يكون هنالك إرادة تختلف، يجب أن يكون هنالك تقارب. ما شاب العملية السياسية الحالية هو ظهور شيء سياسي جديد وهو اسمه الثلث الضامن أو الثلث المعطل، من ثم شاهدنا الاستقالة تيار الصدر وانسحاب حقيقة نوابه من مجلس النواب العراقي، هنالك أيضا تعطيل المؤسسات الدستورية من خلال التظاهر والاعتصام داخل هذه المؤسسات. جميع حقيقة ما حدث خلال هذه الفترة خلال هذا العام المنصرم أثر بشكل أو بآخر على حقيقة قراءتنا. لربما الآن نحن نمر بضبابية كبيرة جدا كقارئ للمشهد السياسي العراقي، لا تستطيع أن تتنبأ ماذا سوف يحدث بعد ساعة من الآن، لكن حقيقة أعتقد أن القوى السياسية الآن وصلت إلى قناعة أن هذه الخصام وأن هذا حقيقة التبادل أو تبادل الاتهامات، تبادل المواقف في العملية السياسية لن يقدم شيء للمواطن العراقي، وبالتالي هذه القوى السياسية إذا ما أصرت على هذه المواقف لربما سوف تخسر قاعدتها الشعبية، وإذا ما خسرت قواعدها الشعبية لن تحقق شيء بالانتخابات القادمة. أنا أعتقد الآن وصلت هذه القوى السياسية، وتحديدا بعد اللقاء الأخير ما بين الزعيمين البرزاني والحلبوسي في أربيل أيضا وصلوا إلى قناعة على أنهم لن يستطيعوا أن يخوضوا بقضية أن يكون لهم خصيم آخر أو تنافس مع الإطار التنسيقي، ولا الإطار التنسيقي يستطيع أن يحقق أو يشكل حكومة توافقية تستطيع أن تقدم الخدمات، باعتبار إذ ما كانت هنالك قوة تعارض هذه الحكومة لن تستطيع هذه الحكومة الوصول إلى ما يرغب به المواطن العراقي. أنا أعتقد ما بعد الأربعين وصل جميع الأطراف المتنافسة السياسية بضرورة أن يكون هنالك اتفاقا سياسيا على آلية إدارة الفترة القادمة للدولة العراقية، وأعتقد أيضا وصلت هذه القوى السياسية إلى قناعة أنه مفادها أنه يجب بعد تشكيل الحكومة العراقية كاملة الصلاحيات في هذه القضية وتحقيق ما تحدثت به المحكمة الاتحادية باعتبار قرارات المحكمة الاتحادية باتت وملزمة للقوى السياسية، إذن أعتقد أنهم سوف يذهبون إلى تشكيل حكومة وإلى عودة مجلس النواب العراقي إلى مزاولة أعماله وانعقاده، وبالتالي سوف يكون مجلسا تشريعيا رقابيا يتابع تشكيل الحكومة العراقية كاملة الصلاحيات التي حقيقة هي من تقوم بتقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء السياسيين، وكذلك هي من تقوم باعتبار نحن نتحدث عن حكومة خدمات، كل الفريقين يتحدث عن هذه الرؤية لتقديم خدمات إلى المواطن العراقي. دكتور مصطفى جد ترحابي بحضرتك، ويعني قبل أيام كان لحضرتك ورقة بحثية قدمت في ندوة خاصة بمآلات الأزمة السياسية وما بعد الأربعين، بالتالي الكثير مما قرأته واستشرفته لربما أصبح اليوم أمر واقع. نتحدث عن تلك المقدمات وتكملت هذه النتائج، هل لا زالت ضمن المسارات الأكاديمية والبحثية المتوقعة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت فنائك، اللهم احفظ زوار الحسين وارجعهم إلى بيوتهم وأوطانهم سالمين غانمين. تحية لك صديقي الأستاذ أحمد وإلى السيد حيدر الموسوي وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة. في الحقيقة يعني كل ما كتبناه يعني تحقق، والحمد لله والشكر الأمور ذاهبة إلى التهدئة، وكل ما يقال عن التصعيد بعد الأربعين أو أثناء الأربعين إن شاء الله لن يتحقق، لأنه أنا أتفق مع الأستاذ حيدر الموسوي لأنه جميع الكتل السياسية النيابية وصلت إلى قناعة أنه لا إمكانية للتعطيل أكثر مما الأمور معطلة، وبالتالي الاتفاق السياسي يعني بات وشيكا جدا بعد الأربعين يعلن عنه. الكتل السياسية دائمة الاجتماعات فيما بينها واقتربت من يعني إعلان الاتفاق إن شاء الله بعد الأربعين، حتى المؤتمر أو الاجتماع الأخير اللي دار في أربيل بين السيادة وبين الديمقراطي كان بهذا الاتجاه، أنه ضرورة تشكيل حكومة، ضرورة تقديم الخدمات للناس، السنة المالية في نهايتها، بالتالي الأمور إن شاء الله ذاهبة إلى اتفاق سياسي وسوف نرى حكومة إطارية توافقية بعد الأربعين إن شاء الله. طيب يعني هذه الحكومة دكتور مصطفى لما تعرضت إلى الكثير من الأزمات من قبل الكتل السياسية وتم ترحيل
ملف الحكومة، يسبقها أيضا اختيار رئيس الجمهورية، وأيضا حتى كانت هناك اعتراضات على رئاسة البرلمان. بالتالي هل ستكون لملمت هذه الثغرات وردم هذه الفجوات عن طريق التوافق، وماذا عن التيار الصدري الذي يقف منفردا على الطرف الآخر من المعادلة؟ يعني التيار الصدري مثلا بسماحة السيد عندما أعلن اعتزاله الشرعي والنهائي من العمل السياسي، هذه رسالة كانت المفروض يترجمها أنصار التيار الصدري بعدم إقحام أنفسهم في التصعيد. يعني أنا بصراحة أستغرب عندما أرى يعني بعض القيادات الصدرية تتكلم باسم الصدر، وهو الذي يعلن بنفسه بشحمه ولحمه في مؤتمر صحفي بأنه سوف لن يتدخل، وهذا يعني الاعتزال سماه سماحته بالاعتزال النهائي والشرعي. لا شك أن التيار الصدري يمثل رقما عراقيا وطنيا سياسيا مجتمعيا، ولكن اللعبة السياسية ربما سوف لن تخدمه في هذا الوقت، باعتبار الكتلة الصدرية انسحبت بمحض إرادتها من مجلس النواب. بالتالي اليوم الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني. طبعا الإطار التنسيقي بما يشمله من أطراف مستقلة وكردية وسنية. بالتالي الأمور يعني باتت واضحة جدا بالنسبة للمجتمع العراقي بأنه الموضوع يعني أصبح صورة واضحة أمامهم، أنه الحكومة المقبلة سوف تتشكل من الإطار ومن السيادة ومن الأطراف الكردية الأخرى، وذاهبة باتجاه التوافق. لكنه هناك يعني معرقل وحيد، ربما يعني هذا المعرقل انتهى مفعوله بعد التسريبات وبعد الأخبار القادمة من كردستان العراق بأنه الأطراف الكردية اتفقت على مرشح توافقي. ربما سوف يكون السيد عبد اللطيف رشيد هو المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية. بالتالي احنا ان شاء الله يوم 20 بالشهر هناك طلب مقدم من 180 نائب الى السيد رئيس مجلس النواب بعقد الجلسة النيابية. اعتقد الاجواء السياسية ايضا مهيئة لعقد مثل تلك الجلسة، ولكن اعتقد انه الجلسة سوف تكون لكسر الجمود السياسي، يعني جلسة برلمانية اعتيادية طبيعية تمهد لجلسة أخرى بعد أسبوع أو كم يوم، يعني بعد 20 بالشهر، يعني اختيار رئيس الجمهورية الذي سوف يكلف مرشح الإطار التنسيقي السيد السوداني لرئاسة الحكومة، بتشكيل الحكومة. طيب أستاذ حيدر، يعني ما أدري إلى أي مدى تتفق مع الدكتور الناجي، وفي ظل الانسحاب الشرعي والسياسي كانت هنالك أيضا دعوة لانسحاب الكتل الكردستانية والكتل السنية التي كانت قد دخلت في تحالف إنقاذ وطن، ولم تلق هذه الدعوة استجابة من هذه الكتل، وأصبح هنالك توافقا وتقاربا بينها وبين الإطار. أنا أعتقد الإجابة على هذا التساؤل هو ما رد به حقيقة الديمقراطي وكذلك السيادة عندما تحدثوا وقالوا حتى وإن سحبنا من العملية السياسية لن يكون هنالك مدعاة إلى حل مجلس النواب العراقي، ولا ربما سوف يكون هنالك أعضاء تعويضيين عن الشخصيات إذا ما استقالت الشخصيات التابعة للسيادة أو الشخصيات التابعة إلى الديمقراطي. وبالتالي من الضروري حقيقة الذهاب إلى، وهذا ما تحدثنا به قبل قليل، إلى تشكيل حكومة عراقية كاملة الصلاحيات تأخذ على عاتقها حقيقة دراسة ملف حل مجلس النواب العراقي. لكن يعني كان هنالك توافقا بين التيار والإطار حول البرلمان، ولكن الاختلاف حول الآليات والمدد. شوف الرؤى تختلف، التيار يرغب بحل مجلس النواب العراقي بالشكل الحالي، أي معنى البقاء على حكومة الكاظمي مدعومة برئيس الجمهورية السيد برهم صالح وبقاء نفس المفوضي ونفس القانون. هذا ما يختلف به حقيقة الإطار التنسيقي عندما يتحدث ويقول أنه ما من الممكن أن نذهب إلى حل مجلس النواب العراقي بحكومة غير مكتملة الصلاحيات، وبالتالي نحن نحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات. هذا الجانب. وأنا قبل قليل تطرقت وقلت لك أنه قرارات
المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة وملزمة عندما أوصت بضرورة أن يكون هنالك تعديل على قانون الانتخابات وضرورة أن يكون العد والفرز يدوي بالإضافة على حل حقيقة المفوضية المستقلة للانتخابات الحالية وتعويضها بمفوضية أخرى باعتبار كثير من الشبهات التي دارت حول أداء هذه المفوضية للانتخابات انتخابات 21. لكن أنا أعتقد أيضا بنفس هذه الرؤى وبنفس هذه الخطوط العريضة عندما نتحدث هنالك أيضا عمل آخر عندما تحدث حلفاء الصدر السابقين بأنهم لن يستطيعوا الانسحاب من عملية سياسية أيضا تحركوا بإطار ثاني بدعوة الإطار التنسيقي بتواجد أيضا حلفاء الصدر بضرورة أن يكون هنالك وفد مشكل من هؤلاء الحقيقة المشتركين بالعملية السياسية والذهاب إلى السيد الصدر إلى الحنانة للتفاوض وللحديث لربما سوف يكون هنالك مشاركة للسيد الصدر بالحكومة العراقية القادمة وبالتالي أنا أعتقد الرؤية التي اقتنع أو أصبحت قناعة واضحة لدى جميع القوى السياسية إذ ما كان قوى الإطار أو قوى التحالف الثلاثي أنه من الضروري عدم عزل التيار الصدري حتى وان كان حقيقه هذا الانسحاب هو باراده التيار الصدري لكن باعتبار القاعده والتاثير الشعبي وهذا ما شاهدناه حقيقه في فتره الشهرين الماضيين التاثير الشعبي بهذا الموضوع انا اعتقد اذا القوى السياسيه ماضيه بضروره ان تكسر هذا الجمود الموجود ما بين الاطار والتيار والتباعد السياسي ما بين الاطار والتيار سوف يكون هنالك فرقاء هؤلاء باعتبارهم حلفاء إلى السيد الصدر طيب. وأيضا سوف يدخلون الآن بتحالف لتشكيل حكومة عراقية قادمة إذن من الضرورة حقيقة العمل على تبديد جميع السحب التي تتلبذ والتي تمنع حقيقة أن يكون هنالك جو صحو صالح لأن يكون هنالك علاقات سياسية تعمل على تشكيل حكومة عراقية قادمة تستطيع أن تقدم ما يطمح له المواطن العراقي وكذلك ما تطمح له القوى السياسية بضرورة أن تأتلف وتشكل حكومة وتثب الأطر السياسية المطلوبة خلينا ننتقل بهذه الجزئية أستاذ حيدر إلى الدكتور الناجي دكتور مصطفى لما يتفضل أستاذ حيدر عرب بأنه ربما ستكون هنالك مشاركة للتيار في الحكومة رغم انسحابه من البرلمان هاي ربما خلي جوها خطين من جهة هل أن التيار كما انعزل سياسيا أو الانعزال السياسي والشرعي بموجبه سيكون انعزالا عن المشاركة بالحكومة لو فقط البرلمان ومن جهة أخرى الإطار وحلفاء الجدد هل سيستخدمون سياسة إقصائية أم سيبقون على مبدأ التوافق والكل مساهم في الحكومة يعني هناك أنباء أو تسريبات تقول بأن يعني وفد من الإطار ومن السيادة ومن يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني سوف يتوجه للنجف الأشرف للقاء السيد مقتدى الصدر نعم. هذا اللقاء إن تم فمضمونه وفحواه أنه نحن يعني أطراف السياسية اتفقنا على المضي بتشكيل حكومة وهذه آليات الحكومة فإن شئت يعني والكلام كان يعني المفترض موجه إلى السيد الصدر أن تدخل في الحكومة وتشارك أخوتك في الإطار التنسيقي عن طريق المناصب الوزارية فالباب مفتوحا وإن لم ترغب في يعني خوض تلك يعني العملية فأعتقد سوف يطالبون بضمانات أنه في حال إعلان تشكيل حكومة فيرجى من أنصارك يا سيد المقتدى الصدر أن لا يمارسون التصعيد هذا يعني الصورة المفترضة مهام اللجنة الثلاثية اللي راح تروح الحنان نعم هذا موضوع الموضوع الآخر يعني المعلومات أو التسريبات نعم. إنه الكتل السياسية أولا مخرجات الاجتماع الوطني الحوار الوطني اللي يقيم في القصر الحكومي اجتماعين ومخرجات الاجتماع الثاني يعني من ضمنها عملية تشكيل لجنة فنية لدراسة تعديل قانون الانتخابات يعني عقدت اجتماعين تقريبا من كل الكتل السياسية ومن ثم هناك لقاءات مستمرة لكن احتمال مو يعني تحت الأنظار الإعلام لقاءات مستمرة من أجل تسمية يعني مرشحية الكتل السياسية في الكابينة الوزارية المقبلة بهذا يعني الوصف أنه التحالف السيادة أو ما تبقى من تحالف إنقاذ وطن من السيادة ومن الحزب الديمقراطي اليوم هم متفاهمين وتحولوا من حلفاء للصدر إلى شركاء مع الإطار في تشكيل الحكومة المقبلة إذن الموضوع يتعلق بالضمانات
الضمانات اللي يعني اللي راح يقدمها الإطار التنسيقي للكتل الأخرى من ضمنها الكتلة الصدرية، وبالمقابل الضمانات اللي يعني تقدمها الكتلة الصدرية للأطراف السياسية الأخرى من أجل المضي في تشكيل حكومة والشروع بعملية تقديم الخدمات للناس. طيب خلينا نفترض حالة قد تكون في المستقبل أستاذ حيدر، كما أشار الدكتور الناجي بأنه عدم التصعيد من خلال الضغط استخدام ورقة الشارع والضغط الشعبي، فيما إذا كانت هنالك حكومة توافقية بقيادة الإطار وشركاء المرحلة وتقابلها أيضا رقابة شعبية، إذا ما ذهب التيار الصدري إلى خانة المعارضة، لم نقل معارضة برلمانية وإنما تكون معارضة شعبية، هذه التوازنات ألا تستدعي من الحكومة الجديدة بوصفها حكومة خدمات ستؤدي أفضل ما يكون إن كانت هنالك رقابة شعبية وحكومة توافقية بيدها صلاحيات كاملة وتسير الأمور على وفق ما مرسوم لها؟ بطبيعة الحال كانت هنالك اعتبار أن مجلس النواب العراقي هو مجلس رقابي بالإضافة إلى مهماته التشريعية، وبالتالي إذا نضيف فقرة أخرى أو مهمة أخرى للشارع العراقي يكون هو شارعا أيضا يتخذ دور الرقابة والمتابعة، وبالتالي أنا أعتقد ورقة الشارع العراقية ورقة ضغط كبيرة جدا، وشاهدناها كيف أثرت بالعملية السياسية إذ كانت في عام 19 أو في عام حقيقة 22 كان لها تأثيرا كبيرا وعطلت الحياة السياسية وحتى الحياة التنفيذية أو الحكومية أو الخدمية للدولة العراقية، وعطلت الدولة العراقية بشكل كامل وكانت تهدد بإسقاط هذه الدولة. وبالتالي أنا أعتقد أن الطرف الذي سوف يشكل الحكومة العراقية القادمة عليه أن ينتبه، لربما المعارضة النيابية هي معارضة سياسية تتعرض إلى أو تأخذ جانب التوافقات ما بين القوى السياسية، وشاهدناها أسلوب المحاصصة أسلوب المشاركة كثير من الرؤى وكثير من التسميات التي كانت تدفع أو التي كانت تعوض إذا ما كان هنالك خلاف سياسي معين أو رقابة معينة، وبالتالي يكون هنالك اتفاق ولملمت الأمور. لكن المعارضة أو المراقبة من قبل الشارع العراقي أنا أعتقد سوف تكون ورقة ضغط كبيرة جدا، سوف تستخدم من قبل التيار الصدري بالضغط على الحكومة العراقية المستقبلية إن لم يشارك بهذه الحكومة. أنا أعتقد هذه سوف تكون أيضا ورقة دفع لهذه الحكومة وأن تعمل بشكل حقيقي. لكن هنا سؤال يطرح نفسه، كيف سوف تقوم هذه الحكومة تشكل ونحن نعلم أن الخصم الرئيسي للتيار الصدري هو الإطار التنسيقي وهنالك حلفاء، هنالك توجيه تخوين أو ضعوف أو كثير من الاتهامات كانت توجه بشكل مباشر للإطار التنسيقي ولم توجه إلى الحلفاء الآخرين ما كانوا كرد أو سنة في هذه القضية. إذن على الأخوة في الإطار التنسيقي أن ينتبهوا إلى هذه الحالة، وإذ ما أرادوا تشكيل حكومة عراقية أولا العمل الأول الذي يقوم به رئيس الحكومة الحالي أن يكون اختيار الكابينة الوزارية اختيارا موفقا من قبل رئيس هذه الكابينة الوزارية، وأن لا تتدخل القوى السياسية، لربما تعطي الترشيحات لكن الاختيار يجب أن يبقى بيد هذه الشخصية. هذه واحد. النقطة الأخرى والمهمة أيضا في إدارة الحكومة القادمة إذ ما أردنا أن تكون حكومة ناجحة وحكومة خدمات، يجب أن يأتمر الوزير حقيقة برئيس وزرائه، وبالتالي لا يعطي الولاء إلى الكتلة التي رشحته. شاهدنا حقيقة بعض التسريبات التي أعطت إشارات على أن الوزير الذي حقيقة يكون داخل المجلس الوزاري المعين جميع خدماته وجميع العهود التي تقدم هي تقدم إلى الحزب المعني، لا تقدم لا إلى الدولة العراقية ولا إلى حقيقة رئيس الوزراء الذي من خلاله يستطيع إدارة الملف الوزاري لوزارته. وبالتالي يجب أيضا أن يكون تأثير رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء على الوزراء تأثيرا حقيقيا وواضحا، إذ لم حقيقة تتحقق هاتين النقطتين على الشخص رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء العراقي أن يكون شفافا مع جماهيره وأن يتحدث بشكل واضح مع الجماهير ويوجه الانتقاد الحقيقي، وبالتالي أيضا يستخدم هذه الورقة ورقة ضغط على القوى السياسية بأن لا تتدخل بمهام عمل الحكومة العراقية، لكن يجب أن يكون التدخل والمتابعة
تدخلا ومتابعة تقويمية، وأن يكون عمل مجلس النواب العراقي وقواه السياسية متزنا ومتوازيا مع الحكومة العراقية من أجل تقديم هذه الخدمات. وإلا حقيقة أن هذه الحكومة إن لم تعمل بهذه الأطور وبهذه التوجهات، أنا أقول لك لن تستطيع أن تقدم شيء للمواطن العراقي، وبالتالي سوف تعطي ورقة فشلها إلى الفريق الآخر الذي سوف يكون متربصا ويكون متابعا أداء هذه الحكومة إن لم تقدم شيء. مع صور الفساد اللي عاش العراق في المراحل الماضية والفساد وما يقابلهم من الإصلاح والشفافية تحضرت فيها حضرتك، راح يكون عنوان ملفنا الثاني. تفضلون بقى معي ضيوف الكرام حتى نتابع بعد قليل. الزيارة الأربعينية أنموذجة للإصلاح المجتمعي والسياسي في بلد الأزمات والفساد. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. الزيارة الأربعينية ملهمة للدروس وبها الكثير من المفاهيم اللي ما أخذت دورها بالشكل الصحيح. الإصلاح في أمة النبي يفسر البعض أنه كان إصلاح الأفراد بالدرجة الأساسية ومنها تصلح شؤون البلاد، لكن التفسير ما يتحدث عن الإصلاح الديني بما هو إصلاح بمقدار السمو بالنفس إلى مستويات عالية بالتفكير، التعاضد بين أبناء البلد الواحد. هذا أكثر ما يميز الزيارة الأربعينية، واضح على الخادم والزائر على حد سواء. مشاهدين أحب نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير زميلتنا المراسلة نهى الشمري. المسير إلى كربلاء فرصة ذهبية لبداية الإصلاح، لكن لكثرة ما أشبع البلد من فساد الطبقات السياسية راحت الأفكار تتجه صوب تحجيم الفساد والإصلاح من هذا الجانب فقط، فلا يمكن أن يسدل الستار على إصلاح النفس والرقي بها إلى أعلى المستويات لإبراز أبعاد نهضة حسين. لذلك الزائرون والسائرون في هذا الطريق تحركاتهم وسكناهم تمثل صورة عن تجربة الإصلاح الاجتماعي وتوحيد الصفوف أولها. تشوفون العراقيين وكرم العراقيين وكلهم يخدمون زوار الإمام الحسين، ما عندنا تفرقة. أي بشر يجي يتعدى بهذا الشارع هو قاصد الإمام الحسين، احنا نقوم بخدمته. ينظر الخبراء والمهتمون أن إصلاح النظام السياسي يبدأ بأفراد المجتمع برفضهم لمن لا يمثلهم في إصلاح البلد ولا يصلح واقعه وحال الخدمات المتهالكة، فبحسبهم يمكن استثمار المناسبة بجعلها إحدى أوجه السياحة الدينية والاستثمار الاقتصادي للبلد. وهناك جوانب أخرى كالتكافل الاجتماعي التي تمثلها أبسط المواكب الخدمية وإحدى صور الإنسانية التي أصبحت على مقربة من التلاشي. نقدم خدمات للزائرين، مبيت وأطعام ويعني شراب وكل ما يحتاج الزائر، وبنفس الوقت نلتزم بأوامر مرجعيتنا الرشيدة المتمثلة بسماحة السيد السيستاني الله يحفظه خيمة لكل العراقيين. فارتقاء النفوس نافذة لإصلاح الواقع الحضاري والسياسي في البلد بعدما انغمس في بحر الخلافات السياسية والنزاعات التي ألقت بالبلد إلى هوية انحراف الفهم الواسع للعملية السياسية كما يجب أن تكون، فلا بد من وضع الأسس الصحيحة واتخاذ ثورة الحسين مرجعاً والتعمق في حيثياتها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بضيفي الكريمين الأستاذ حيدر عربي الموسوي والدكتور مصطفى الناجي، حياكم الله ضيوفي الكرام. دكتور مصطفى أبدأ مع حضرتك، وخلينا السؤال المفتاحي إلى علاقة بالملف الأول. نتحدث اليوم عن غض النظر عن الفساد الحالي، ونتحدث عن إبقاء حكومة، إبقاء نفس الوضع، ونذهب إلى الحديث عن النزاهة في المستقبل، بمعنى أنه حتى لما نطلب أن حكومة تكون مهامها فقط الإعداد إلى انتخابات مبكرة صارت بينا ونريدها تصير بينا أيضا، لا نحاسب ولا نعاتب ولا نعاقب ولا نرصد،
فقط ننظر أنه ما ستؤديه إلى انتخابات، وهذا المشهد من راح يتكرر، ما راح يولد لنا نفس ما تم توليده في المراحل السابقة، بقى فساد دون حساب. يعني أولا التعاطي مع مصطلح الفساد بالعراق يعني يخضع إلى مزايدات سياسية، وأصبح قيمة إعلامية مقبولة بالحقيقة، وهذا تجني على الواقع. نعم هناك فساد بالعراق، لكن ليس بهذا الشكل المدمر اللي تسوقه وسائل الإعلام، فقط وسائل الإعلام، حتى المنظمات الدولية، رغم أنه حتى من ضمن مؤشر مدركات يعني الفساد، المنظمات الدولية لما تنطي أرقام أو يعني تنطي مؤشرات معينة على الفساد، عادة هذه الأرقام ليست بالشكل الدقيق يعني للموضوع. أنا لا أنكر وجود فساد، لكنه يعني أقول بأن المجتمع أو آليات السياسية والإعلامية زيدت من وجود الفساد في قناعات الناس. هذا موضوع. الموضوع الآخر يعني الفساد بحاجة إلى تعريف حقيقة، ليس في العراق وحده وإنما في كل دول العالم وحسب أدبيات الأمم المتحدة، وأعتقد يعني سنة 20 هي ضمنتها في نشراتها الدولية بأنه الفساد لا يتعلق فقط بالجانب المادي. هناك فساد نوع آخر عندما تذهب إلى دائرة حكومية وترى طابور طويل من المراجعين، أعلم أن هناك فساد في تلك الدائرة. عندما المواطن يعني يقود عجلته الشخصية ويرمي يعني قنينة الماء الفارغة في الشارع فهذا فساد. عندما الموظف الرسمي لا يمارس دوره تجاه وظيفته وتجاه المجتمع بالشكل الأمثل، هذا نوع من أنواع الفساد. هذا جانب أرجو أن يعني يكون واضح عند الجميع بأنه الفساد لا يتعلق بالجانب المادي. ومن هذه النماذج البسيطة وهذا تعريف إجرائي جدا لطيف، خلي نوصل إلى رأس الهرم. يعني لما تكون السلطة عندما يراد تريد الكتل السياسية أن تحاسب السلطات ولا تحاسبها يعني ولا تثمن إجراءاتها، بمعنى آخر أنه حتى الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال، اللجان البرلمانية المختصة طلعت إنجازاتها 17%، والكتل السياسية تتحدث عن إصلاح وتتحدث عن نزاهة وتتحدث عن شفافية، ولكن ليس لهذه الحكومة، على الحكومة المقبلة. نعم. الحكومة المقبلة أيضا ستكون لربما تفرض عليها مهام فقط إجراء الانتخابات ودون محاسبة. خطورة ملف الفساد، خطورة ملف الفساد في حال عدم وجود سلطة رقابية تمارس دورها بشكل طبيعي. اليوم احنا اذا نتابع الاجراءات اللي قام بها الحكومة الحالية من يوم اختيارها في 9/5/2020 الى هذا اليوم، كثير من المخالفات الدستورية والقانونية والمالية والاجرائية والادارية ارتكبتها الحكومة الحالية، لكنه عدم وجود يعني اجواء مناسبة للبرلمان كي يعمل بشكل طبيعي، هو هذا فاقم من مشكلتنا، مشكلة الحكومة العراقية وتجاوزها كثير من صلاحياتها. وهذا حتى بالنسبة للمحكمة الاتحادية ثبتتها في عدة قرارات، من ضمنها اعتراضها على لجنة الأمر الديواني 29 وغيرها من الأمور. الموضوع هنا يعني مو فقط آليات، أنا يعني أستلهم من أيام أربعينية الإمام الحسين وأقول أن الأربعينية يجب أن تسمو بالنفوس وتزكي الأنفس وتزكي الأرواح، وتجعل المواطن يتحول من مواطن طبيعي إلى مواطن يتمتع بالمواطنة تجاه دولته وتجاه المجتمع وتجاه يعني كل شيء موجود في هذه الدولة. بالتالي الأربعينية يجب أن تكون قوة ضاغطة على الطبقة السياسية من أجل أن يعني يهتمون بشؤون الناس، يهتمون بشؤون المجتمع. الحكومة الحالية بما فيها من يعني من مؤشرات خطيرة، من يعني مخالفات ذكرتها قبل قليل، هذا يعني يكون ثقل على الحكومة المقبلة أن تعالج جميع الأخطاء اللي ارتكبتها الحكومة الحالية. وبالطبع راح تكون عملية معالجتها عملية صعبة، باعتبار أنه اللي صار بهذه الحكومة انبنى عليه مؤسسات وانبنى عليه أمور إدارية وانبنت عليه مصالح ناس، بالتالي راح تكون هذه ثقل آخر يعني يشكل عبء على الحكومة المقبلة، ولكن لا يعفي الحكومة المقبلة من اتخاذ إجراءات حازمة وقوية وجريئة من أجل خدمة الناس. طيب يعني احنا وجدنا نفسنا أمام جدرية أستاذ حيدر، أنه شلون جدرية اليونانيين
مدافع على ابواب القصر اللي يناقشون به البيضه من الدجاجه لو الدجاجه من البيضه، بالتالي انه احنا هل انه ما نعيشه هو سلوك الفرد اللي انعكس على الحاكم، ام ان الحاكم هو الذي فرض هذا السلوك؟ بمعنى قضيه الفساد اليوم انه يقول البعض ان الفساد السياسي للطبقه الحاكمه منذ عقدين سببها الاختيارات الخاطئه للمواطن، والمواطن لو يحسن اختياراته لربما كان الحال تغير ونوصل بموقف انه حتى الذي يقف على الحياد فهذا موقف سلبي باعتباره ما شارك في اعطاء صوته لمن يستحق. اعتقد انه جميع ما نتحدث به هو قريب للواقع، وبالتالي اصبحت قضيه الفساد اصبحت ثقافه اجتماعيه ومجتمعيه. احنا نشاهد الان الموظف البسيط عندما يتبوى منصبا معينا يحاول ان يستثمر هذا المنصب بمصالح شخصيه. بالتالي انا اعتقد ان الفساد اصبح قاعده. هنالك احد السياسيين حقيقه انا استوقفني تصريحه وقال ان الدوله العراقيه الحاليه من يدعمها للاستمرار وللبقاء هو الفساد، واذا ما انتهى الفساد حقيقه في الدوله العراقيه وفي الحكومات العراقيه المتعاقبه سوف تنتهي الدوله الحاليه بشكلها الحالي. وبالتالي انا اعتقد انه الفساد جذره. هو الفساد حقيقه هذه نقطه يجب ان لا نتحدث بها ونحصرها بعد التغيير عام 2003، ما الفساد كان موجودا قبل عام 2003. كانت الحكومة العراقية متمثلة بشخص معينين، ما من الممكن أن يكون هؤلاء شخص بثراء كبير وطبقة الشعب العراقي وبقية الشعب العراقي يعيش في فقر مدقع. وبالتالي إذا هذه الحياة واضحة عندما شاهدنا الطبقية الموجودة في تلك الفترة، إذا هي دعمتها أو دعمها دعم هذه الطبقية وأوجدها هو الفساد، إذ ما كان فسادا ماليا أو فسادا إداريا أو فساد السلطة في هذا الموضوع. حقيقة الآن تجذرت هذه القضية، الآن قضية الفساد أصبحت قاعدة، وبالتالي ما لن نستطيع أن نفكر بإدارة دولة أو بإدارة مؤسسة أو وزارة أو مديرية من غير أن نلجأ إلى الفساد. وبالتالي حتى الأشخاص الذين نظن ونعتقد أن هؤلاء هم أشخاص جيدين مفاجئ عندما يتبوؤون هذه المناصب حقيقه ينحرفون بدرجه 160 او يتغيرون بدرجه 160. وبالتالي من شخص صالح جيد يعطي اشارات على انه اذا ما تبوأ هذه المناصب سوف يديرها اداره حسنه، لكن للاسف انا اعتقد انه لا يرمى اللوم على المواطن العراقي، انا اعتقد يرمى اللوم على الطبقه السياسيه العراقيه باعتبار يستطيع الحكومة وتستطيع الطبقة السياسية أن تؤسس أساساً وتستطيع أن توجه بآليات كثيرة تتبناها وهي موجودة في إدارة الدولة العراقية بأن تزرع هذه القيم الإنسانية. وبالتالي إذا ما رجعنا إلى تجارب بلدان عديدة كانت يعصف بها قضية الفساد والفقر وكثير من الحالات الأخرى، كيف استطاعت أن تتغير وأن تنقلب جذرياً وتصبح دولة متقدمة حضاريا؟ وكذلك عندما تقارن بقضية الفساد تصبح من الدول المتقدمة بمعالجة الفساد والدول المتقدمة بالعمل بشكل شفاف في إداراتها. وبالتالي أنا أعتقد أن الطبقة السياسية الحالية هي المسؤولة حق مسؤولية كاملة بضرورة معالجة الفساد المستشري في العمل في الشارع العراقي وفي الدولة العراقية وكذلك في المؤسسات الدستورية العراقية. أنا أختلف مع دكتور مصطفى بنقطة تحدث بها وقال أنه الفساد لا يصور بشكل كبير، لا، الفساد أصبح قاعدة ومتجذرة في الشارع العراقي وفي المجتمع العراقي وكذلك في الطبقة السياسية العراقية، ولكن الإصلاح تنظر إليه أنه يتم من رأس الهرم. هذه الصورة دكتور مصطفى وحضرتك متخصص بالعلوم السياسية في النظم السياسية بأنه هرم السلطة يكون انعكاس للقاعدة الجماهيرية، أما في القاعدة الدينية فكيفما تكون يولى عليكم. في هذه المنطلقات يعني نبدأ من الفرد أم نبدأ من المجتمع أم نبدأ من السلطة؟ ونرجع إلى موضوعة ملفنا الحسين عليه السلام عندما قال له والي الكوفة بايع وما هي إلا كلمة، لم يقبل، يعني ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الحسين الذلة، بل منا الذلة وهذه القاعدة التي عممها على كل أتباع أهل البيت وليس عليه كفرد. إذن منين نبدأ؟ من الرأس أم من القاعدة؟ يعني بعد قرون من التجربة، تجربة الدولة والنظم السياسية والحكم في كل العالم، وهذه الجدلية طبعا على طول التاريخ انه نبدا من الفرد ام نبدا من المجتمع، يعني نبدا من القمة ام من القاعدة.
الأمور أعتقد انحسمت من قبل يعني أكثر من بعد 1990 أصبح الثابت في الأدبيات السياسية وفي أدبيات مكافحة الفساد أنه العملية التضامنية تبدأ من الفرد والمجتمع في وقت واحد بشرطها وشروطها. يجب أن يعني تكون هناك منظومة قانونية تدعمها، منظومة أخلاقية، يجب أن كل المجتمع دوره الطبيعي، يجب أن تكون هناك منظومة مؤسساتية ومجموعة قوانين قادرة على الحد من الفساد، يجب أن تكون يعني هناك سلطات، حتى سلطات الروحية سواء على المستوى الكنسي أو على المستوى يعني الإسلامي أو المسيحي، يجب أن تأخذ هذه المؤسسات الروحية دورها في التوعية ومنع يعني الحد من مكافحة الفساد. المنظمات المجتمع المدني أيضا تأخذ دورها، الإعلام يأخذ دورها، فإذن هي عملية تضامنية. لا يمكن أن تتم عملية إصلاح مجتمع إذا كان رأس السلطة يعني فاسد أو إذا كان المجتمع لم يعني يمتلك الآليات يعني الآليات اللي يسمح بها مكافحة الفساد. لا يمكن أن نجد مجتمع صالح وقيادة فاسدة، ولا يمكن أن نجد قيادة فاسدة ومجتمع صالح، هذا يعني ما يجتمعان في مكان واحد. طيب أستاذ حيدر، يعني خلينا نحكي على هاي الجدل اللي فرضها الدكتور الناجي. هسه مسيرة الأربعين هي أزلية، ولكن كانت يعني بضواغط السلطة تمارس بشكل محدود جدا وعلى طرق نيسمية، ولكن نحكي بعد 2003 بدأت بتظاهرة محلية وأخذت تتسع وأخذت عالميتها اليوم. نتحدث عن هذا المعسكر التدريبي للنفس البشرية والمواطن، عندما احتاجينا في حربنا مع داعش كان هو خريج مدرسة مسيرة الأربعين وذهب إلى الساتر، احتاجينا في كورونا نفس المواكب الحسينية أيضا اشتغلت على مساعدات إنسانية وتلبية احتياجات الناس في جائحة كورونا. طيب لما تكون هكذا قاعدة جماهيرية مؤمنة بالتعاون، مؤمنة بالخدمة، مؤمنة بالتغيير، طيب وين بقت عندنا المشكلة كمنظومة؟ هل الضواغط السلطوية هي اللي تحدد هاي المحدودية وبالتالي ينفعل العقل الجمعي لو عندنا أسباب ما تخلينا نعكس هذه المسيرة وهذه الحالة على طيلة أيام السنة؟ شوف أستاذ أحمد، خلينا نرجع للتاريخ، نتحدث في الشيء التاريخ من ثم نأتي إلى حاضرنا، باعتبار التاريخ هو سوف يكون الإنعكاس الحقيقي إذا ما استلهمنا هذا التاريخ بشكل كامل. أعتقد أولا الإمام حسين سلام الله عليه عندما خرج على يزيد خرجه على رأس السلطة، على رأس الهرم، لم يخرج على المجتمع إذ ما كان مجتمعا فاسدا أو غير فاسد، إنما كان يحدد أن السلطة كانت فاسدة، وبالتالي إذا ما استطاع أن يكون هنالك الإصلاح في السلطة لربما تستطيع هذه السلطة أن حقيقة تعمل على إصلاح المجتمع. وبنفس الوقت أيضا شاهدنا حقيقة فساد المجتمع عندما استخدم هذا المجتمع لتشكيل جيش لمحاربة الإمام الحسين وقتل الإمام الحسين، وشاهدنا حقيقة هذه الأحداث التاريخية. وبالتالي نعتقد جدلية فساد المجتمع وفساد السلطة، من الذي يسبق حقيقة الإصلاح على من؟ فأنا أعتقد يجب أن يكون الإصلاح متزامنا ما بين المجتمع وما بين السلطة، بالتالي ما من الممكن أن نستطيع أن نذهب لإصلاح سلطة دون أن نصلح مجتمع، ولا نستطيع أن نصلح مجتمع دون إصلاح السلطة. وصلنا إلى هذه الجدلية، ووصلنا إلى مرحلة الحقيقة ما بعد 2003، كيف استطاع المجتمع العراقي للسلطة العراقية، المجتمع العراقي كيف استطاع أن يوظف حقيقة هذه الحالة الحسينية، الثورة الأربعينية إذا صح التعبير بهذه القضية، وينشئ مجتمعا يستطيع أن يستخدم كقوة حقيقية للوقوف في كثير من الحالات. سابقا أيام الطائفية في فترة عام 2006 و7 و8 كانت الطائفية، من الذي وقف؟ هل وقفت الحكومة وانتصرت حقيقة على الطائفية، أم كان هنالك أيضا رجال حقيقة تعاهدوا بالضرورة الوقوف ضد هذه الطائفية واستطاعوا أن يحققوا هذا الانتصار، وتحديدا بعد تفجير الإمامين. بعد ذلك ظهرت لنا قضية داعش، ومن الذي وقف؟ شاهدنا انهيار الدولة بشكل سريع ومتسارع بهذه القضية، هذا دلالة على أنه بناء هذه الدولة لم يكن بناء
حقيقة عقائديا حقيقيا استطاع أن يكسب الشارع العراقي، وبالتالي استطاع أن يبني مؤسسات يستطيع بها أن يقف بوجه هذا التغيير أو بوجه هذه الهجمة، إذ ما كانت هذه الهجمة هجمة عقائدية شرسة أو كانت هذه الهجمة نتيجة الفساد الذي ظهر، وبالتالي هي نتاجات هذا الفساد. وبالتالي أنا أعتقد كان من المفترض على الدولة العراقية على الحكومة العراقية أن تستثمر هذه المسيرة الأربعينية، أن تستثمر حقيقة النهج الحسيني بمحاولة إصلاح المجتمع العراقي، وكذلك إذا ما استطعنا أن نصلح هذا المجتمع نستطيع أن نوجد من هذا المجتمع شخصيات قائدة حسينية تستلهم حقيقة مآثر الإمام الحسين، تستلهم الثورة الحسينية التي خرجت لا أشرا ولا بطرا، إنما الرغبة بماذا؟ بالإصلاح، بإصلاح أمة جدي. وبالتالي أعتقد أنه كان ثورة الإصلاح ورؤية الإصلاح هي للإصلاح الشخصي بقدر ما هو الإصلاح المجتمعي، باعتبار كان هنالك تغيير اجتماعي، إذ ما كان هذا التغيير اجتماعيا أو تغييرا بأسلوب إدارة الدولة العراقية. عندما أنا ليت أمس استمعت لأحد الخطباء ويتحدث ويقول فلان الفلاني من الصحابة كان يصلي خلف الخليفة الفلاني وهو سكران، وصلى صلاة الصبح بأربعة، وبالتالي كان مؤمنا ويعتقد أن هذه الصلاة سوف تذهب وتكون مقبولة. كيف نستطيع حقيقة أن نغير قاعدة اجتماعية كانوا يؤمنون بهؤلاء أن يكونون قاعدة؟ إذن حقيقة أولا علينا أن نصحح المسيرة والاعتقاد الاجتماعي بضرورة آلية اختيار القيادات الصحيحة التي من خلالها تستطيع أن تطبق المنهج الحسيني الصحيح، وكذلك الثورة الأربعينية، وبالتالي يصبح هذا النهج الحسيني وهذه الثورة هي ثورة ومسيرة تصحيح للمجتمع العراقي، وكذلك آلية ومسيرة تصحيح بإدارة الدولة العراقية. طيب دكتور مصطفى، يعني وحضرتك شاركت في هذه المسيرة المليونية، نتحدث اليوم عن إمكانية التأثير الجماهيري بالآخرين وانفعال العقل الجمعي باتجاه إيجابي، نتحدث اليوم عن الجزئية المفقودة لما يكون مجتمعا ناضجا صاحب وعي ولفت العالم كله إلى هذه الزيارة الأربعينية وأصبحت نسبة كبيرة تأتي إلى هذه الزيارة صحيح من حب الحسين والوصول إلى مرقد سيد الشهداء، ولكن نسبة كبيرة تأتي لوجود البيئة المهيئة من مواكب خدمية وغيرها وتسهيلات كاملة. بالتالي نشوف أنه التأثير أصحاب المواكب مقدمي الخدمة بدأوا يؤثرون على غيرهم من المجتمعات، تأتي الكثير من الوفود ليس فقط لغرض الزيارة بل لتأدية هذه الخدمة الحسينية من مواكب تؤدي الخدمات للزائرين. لما المجتمع العراقي يؤثرون في مجتمعات أخرى، ليش ما يوصلون إلى التأثير بهرم السلطة ومن ثم قيادة تغيير مؤسسي؟ يعني دعني أختلف مع السيد والأستاذ حيدر الموسوي، شأن الزيارة ليس سياسيا رغم ما فيها من رسائل سياسية كثيرة، وأستغرب طبعا أن الطرح اللي يعني أسمعه من باقي القنوات أو باقي مواقع التواصل أنه الزيارة الأربعينية لم تربي المجتمع. كل العالم شاهد أنه أول من هب للدفاع عن الدين والأرض والعرض والوطن هم أصحاب المواكب الذين يتربوا في مسيرة الأربعين. شفنا حشود من الناس اللي شكلت الحشد الشعبي ولبت الفتوى المباركة هم أصحاب المواكب، ويعني على التعبير العامي والدارج المشاية، هم المشاية اللي يعني ضحوا أول من ضحى وضحوا بالدماء. وشفنا كثير من القصص الموجودة كيف كان المواطن اللي ما عنده حتى أجرة الوصول إلى جبهات القتال يعني يبيع مقتنياته الشخصية أو أثاث بيته حتى يذهب للقتال ويدافع عن الوطن. هذول كلهم خريجين مدرسة الحسين، مدرسة المواكب، مدرسة الأربعين. فالأربعين يعني ربت أجيال وسوف تربي أجيال إن شاء الله على الطريق الصحيح. عملية يعني استثمار الزيارة في الشأن السياسي هنا أعتقد فيها محذور، يعني محذور كبير جدا، باعتبار أنه ماكو اتفاق يعني على الرؤية السياسية. تعرف إحنا بلد متعدد الـ يعني الاتجاهات السياسية، وكل حزب بما لديهم فرحون، بالتالي كل واحد رؤيته تختلف عن رؤية الآخر. اليوم حتى المتخاصمين حتى المستوى الشيعي يعني نشوف المتخاصمين من تيار نطار، نشوفهم يعني أنا كنت
امشي و طيب وخروج صفي من انا واحد يعني شايل كان اجتماعي يعني سياسي. صوره السيد الصدر واللي على يميني شايل صوره يعني الشهيد او مهدي المهندس. فاذا الأربعين تجمع الكل وهو مصداق لشعار الحسين يجمعنا. فاعتقد كل الخلافات السياسيه تذوب. نتمنى ونسعى في خطاباتنا يعني لما نأثر بالآخرين تواصل اجتماعي إنه نأثر في محيطنا. نعم. في طبقتنا في إنه يعني هذه الخلافات الذوب هسه على المستوى الشيعي مس يعني مو على المستوى الوطني. نعم. على أقل تقدير يا أخوي أنا أعتقد أن الزيارة الأربعينية لم يكن لها تأثيرا سياسيا وبالتالي تدفع الآخرين بأن يتغاضوا على حقيقة المكتسبات السياسية أو الخصومات السياسية. وبالتالي طبعا أنا أعتقد أنه من أهم مبادئ اللي تقوم عليها الثورة الحسينية أو المسيرة الأربعينية هي تقريب وجهات النظر مع الفرقاء للآخرين وبالتالي تغليب مصلحة البلاد ومصلحة هؤلاء الذين ضحوا من خلال هذه المسيرة في فترة الطائفية وفي فترة حقيقة داعش وما قبل داعش وما قبل هذه الطائفية. التنسيات الزيارات الأربعينية بزمن النظام صدام حسين. نعم كما ترجم اسمح لي دكتور مصطفى أن تكون الكلمة الأخيرة يمي. كما ترجمت هذه الرسائل الاتصالية في حربنا مع داعش وفي كورونا وفي غيرها من الرسائل أيضا تترجم في هذه الفترة القليلة المقبلة حتى نقدر نتجاوز هذه العقبة الكؤود. الدكتور مصطفى الناجي الباحث والأكاديمي شكرا جزيلا لحضرتك أثريت الحوار من الفين. وشكر كثير لحضرتك الأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى وشكري موصولا لكم مشاهدي الأحبة في أمان الله.